تعقد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي دورة الخطاط الكبير محمد حمام الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. ويعقد ملتقى القاهرة التاسعة لفن الخط العربي بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش والجمعية المصرية للخط العربي يحمل شعار بناء يتجدد. تأتي هذه الدورة في نسختها التاسعة لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، وتحمل شعار بناء يتجدد. وهذه الدورة شارك فيها لأول مرة يصل هذا العدد 160 فنان وفنانة من مختلف الدول العربية والأجنبية، يشارك في هذه الدورة 16 دولة من دول العالم والعربي والدول خارج الوطن العربي أيضا، معنا الصين ومعنا الهند ومعنا إيطاليا وبولندا وتايلاند وأندونيسيا وماليزيا، عدد كبير من الدول. مع التقدم العلمي والتكنولوجي دلوقتي بقى الطلبة بيستسهلوا بيكتبوش كويس في الكراريس الشكل بتاعتهم، فأنا النهاردة جيت النهاردة معرض الخط عشان احاول اخد بعض القواعد بتاعت خط النسخ والرقعه، ابسط الخطوط عشان احاول انقلها للطلبه ان هم يكتبوا كويس وتبقى دفاترهم كويسه وتبقى خطوطهم كويسه. صراحه هذه اول مشاركه عندي واول حضور لي في مصر وبالضبط بملتقى القاهره. سعيده بكميه الخطاطين والمتواجدين الفنانين المبدعين بهذا الملتقى، ما شاء الله عدد كبير ولوحات كثيره، فهذا راجع لان مصر فيها مبدعين وفنانين بحجم كبير وفيها حب لهذا الفن الجميل.